السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في نوفل فيديو. اذا لا بروميير فوا كوم تشوفوني نقول لكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا، وخلوا لي ان بوتي كومونتير كومونتير دونكوراجمون بيان سور. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش بلي جيم بارطاج، هكذا تكبر العائله تاعنا. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نخبطوا طوماطيش في الكونجيلاتور، نبروفيتي راهي وقتها، راهي تجي حلوه وسورتو ماهيش غاليه. انا نستعمل هاد الطوماطيش اللي تجي طويله، هي البنينه. هنا راح ندير اون بوتيت كونتيتي، مازال نزيد نشري ونخفي. لا بروميير دي شوز بيان سور نحكم الطوماطيش، نغسلها مليح و بلوزيغ فوا، نحي منها الطراب. هاد لاصوص لي راح نخدموها تليق بلا بيتزا، تبيع لي بات في الشوربه في الشتا، كيعود تعود طوماطيش شغل عاصيه وتعود مشي بنينه وتعود شغل وتعود سورتو غاليه. نلقاوها في الكونجيلاتور اي اوب، كاع ما نعدزوش نديرو لا بيتزا تاعنا ولا نديرو نيمبورت كوا بها. نلقاوها فريمون كما نقول لك كي الحسنة في الكونجيلاتور. نشللها بلوزيغ فوا، نغسلها باسكو مانيش راح نحي لها القشره. كي تعود الطوماطيش في وقتها القشره تاعها تعود رقيقه، ما ديرونجيش. هنا بعد ما شللتها مليح نجيب هكذا قدره تعود يعود الفون تاعها خشين، تعود ثقيله، ونحكم هذيك الطوماطيش نقيها كاع كش حاجه زايده ولا نحيها كيما راكم تشوفوا، ونقسمها في الوسط ونعصرها باش نحي لها الزريعه. الزريعه كتخلوها تسمط لاصوص الوغ بوميو نحوها، ونقسمها كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت نحيت هذيك السريعه كاع، نروح نحطها فوق النار، نشعل عليها النار ما تعودش قاويه باش ما تلصقش، باسكو ماني راح ندير لها والو لا ما لا والو، نخليها هكذا وحدها تدبر. دركا هي تطلق الماء ديالها، شوفوا هنا غير كالكو مينوت ابخي تجي تطليت عليها هاي بدات تطلق الماء. خلاص كي تبدا تطلق الماء هنا تخلوها طيب مليح، تعودوا مهنيين ما تخافوهاش تلصق. نغلقها نخليها حتى طيب كومبليتمون. شوفوا هنا راهي طابت، بعد ما طابت نحيها من فوق النار، نجيب ديريكتومون نميكسيها، نرحيها بلو بغا. نرحيها مليح ما خلي اوكان مغصو. بعد ما رحيتها نعاود نردها فوق النار، ونجي نتبلها، ندير شويه فلفل كحل، الملح، وفلفل عكري.
والزيت ما ننساوش. ونغطو عليها نخليوها تكمل طيب، بصح منين داك ندورو عليها باش ما تلصقش حتى تتقال مليح لاصوص طوبه تاعنا. هنا راهي طابت تقالت لي، ونخلوها تبرد كومبليتوم، لازم تبرد باش اونسويت نجو نحطوها في لي كوبري ولا حطوها في لي بورتمونجي، كل واحد وين يحب يحطها. شوفوا كيفاش خرجت حمراء شابه، نجبدوها نديروها في لابيتزا. كي نحبو نديروها باغزومبل في لابيتزا غير نزيدو لها ديزيرب دو بروفونس، ولا نزيدو لها زعتر، ولا نكهوها كيما حبينا. ما حبيتش نكثر لها شغل لي زيبيس باش تجي توال مع كلش. اذا باغزومبل حبينا نديروها في المقارون نزيد لها شويه ثوم على بالكم. نعمر لي كوبلي تاعي، ومن بعد تيك نديها ديريكتومون هكذا يتبرد في الكونجيلاتور. بعد كي تيبس نجبد ونحطها في دي ساشي ولا دي بورتمونجي، ولا نغطي دوك لي كوبلي نشوف ابري. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتني ان شاء الله تكون عجبتكم نتوما. ما بقى لي نقول لكم سلام.